Ayuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Upin, ayo amalil an. Sanata'allamu ma'al ustaz. والآن اسمعنا جيدا نحن سنتعلم عن الجملة الفعلية اسمعنا جيدا والآن هيا نبدأ تعلمنا بقراءة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الآن أريد أن أبين لكم عن مفهوم جملة الفعلية اسمعنا جيدا أيوة الجملة الفعلية يبدأ بفعل وفاعل وكان الفعل ما دل على حدث مرتبة بزمان معين وكان الفاعل محدث الفعل الجملة الفعلية هذا يبدأ من الفعل والفاعل من فعل والفاعل وكان الفعل ما دل على حدث على حدث مرتبة بزمان معين هذا تكون كيفية عن زمان معين وكان الفاعل محدث الفعل فهمتنا جميعا أيوة نهض إلى بعد حكم الفاعل في العربية أيوة ولذلك لابد لنا أن نعرف كيف الحكم للفاعل في العربية وكان حكمه الرفع فهمتنا الرفع؟ نعم حكم الفاعل في العربية وهي الرفع وهنا المثال الأول قام زيد قام هذا فعل ماضي وكان زيد من فاعل كان زيد حكمه رفع فهمتنا جميعا ايوه ومثال الثاني حضر المهندسون كان حضر من فعل ماضي وكان المهندسون من فاعل هذا من جمع ولكن حكمه الرفع فهمتم جميع أيوة نخطو إلى بعد أحكام الفعل لابد لنا أن نعرف كيف عن الأحكام الفعل الأول إفراد الفعل مع الفاعل الثاني تأنيث الفعل مع الفاعل ننظر إلى المثال أيوة المثال من إفراد الفعل مع الفاعل المثال الأول حضر الطالب المثال الثاني حضر الطالبان المثال الثالث حضر الطلاب الآن ننظر إلى المثال الأول حضر الطالب
كان الطالب من فاعل ولكن هذا مفرد. ومثال الثاني حضر الطالبان هذا من مثنى. فهمتنا؟ وكان المثال الثالث حضر الطلاب هذا من جمع ولكن لا نتغير في الفعل. لا نتغير في الفعل ولكن تتغير في الفاعل هذا. فهمتنا؟ ايوه. نخطو الى بعد. والمثال من تأنيث الفعل مع الفاعل. انظر الى المثال حضرت فاطمة. ومثال الثاني تدرس هند. انظرنا هنا حضرت وهذا زيادة على التاء التأنيث لأن فاعله فاطمة وهذا وفاطمة من المثنى. تدرس هند هذا بزيادة التاء لأن فاعله هند. فهمتنا جميعا؟ انظرنا هنا زيادة التاء التأنيث زيادة التاء. انظرنا. فهمتنا جميعا؟ أيوة. نخطو إلى بعد. نائب الفاعل. أيوة. سأقرأه ما من نائب الفاعل. اسمعنا جيدا. قد يهدف الفاعل ويقوم المفعول به مقامه فيقوم مقام الفاعل ويأخذ أحكامه التي بينها سابقا في الفاعل ويصير عمدة في الجملة لا يصفيها إلا الاستغناء عنه فهو اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمجهول وحل محل الفاعل بعد حذفه. هل أنتم فهمتم من ما قرأت؟ أيوة. سأقرأه. قد يهدف الفاعل وكان الفاعل حذف وهذا يدل على مفعول به. الفاعل يدل على مفعول به وهذا يكون الفاعل. فهمتنا؟ أيوة. الآن نرى إلى المثال. حكمه هذا الرفع. المثال فهم الدرس. يفهم الدرس. رفعت سراية العلم. رفعت سرايتان. ترفع السرايتان. نصر المسلمون. أيوة. انظرنا فهم الدرس. لماذا ليس من مثال فهم الطالب الدرس؟ انظرنا إلى هنا قد يهدف الفاعل وكان هذا ليس هناك الفاعل ولكن أن الفاعل مقام على أن الفاعل يكون المفعول. فهمتنا؟ انظرنا هنا أن الفاعل حذف الفاعل ويكون مفعول بهذا مفعول به لأن فهم الدرس هذا فهم الدرس الدرس ليس الدرسان لأن الدرس هذا من فاعل وكان فهم هذا يبدل من يكون الفاعل. أيوة. نخطو إلى بعد. المفعول به. انظرنا هنا سأقرأه. اسم يدل على من وقع عليه فعل الفاعل وحكمه النصب. فهمتنا ما قرأت؟ انظرنا هنا اسم يدل من وقع عليه فعل الفاعل. هناك الفعل والفاعل ويكون النصب. ثم سأقرأ بعد. والفعل
الذي ينصب المفعول به يسمى فعلا مقتديا لأنه يقتدي فاعله إلى مفعول وثم أما الفعل الذي لا يطلب مفعولا به فيسمى فعلا لازما لأنه عمله يلزم الرفع في الفاعل فقط فيكتفي بمرفوعه. انظرنا هنا. أيوة الآن الفعل وفاعل هذا كل حكم هذا من نصب والفعل هذا ينصب مفعول به ويسمى فعلا مقتديا ولكن إن كان الفعل الذي لا يطلب مفعولا به يسمى فعلا لازما. فهمتنا؟ والآن نخطو إلى بعد. أيوة أنواع المفعول به اسمعنا جيدا. هذا الأول اسما ظاهرا، الثاني ضمير منفصلا، الثالث ضمير متصلا، والآخر مصدر مؤول. أيوة اهتمنا جيدا. اسما ظاهر، المثال حقق الله أمنيات أمتنا. انظرنا هنا اسم ظاهر، فهمتنا الظاهر هذا حقق الله أمنيات أمتنا. كان أمنيات أمتنا هذا من اسم ولكن هذا الظاهر. ثم بعد المثال نعبد إياك وإياك نستعين. أيوة فهمتنا الضمير، ما معنى ضمير؟ أيوة والآن انظرنا المثال إياك وإياك، أين الضمير؟ هذا إياك من كاف، هذا من ضمير. نعم هذا ضمير منفصل بكلمة بعد. ثم المثال بعد أزواؤكم غدا ضمير متصلا، هذا ضمير متصلا. أيوة أيهما ضمير؟ هذا كم بكلمة حرف كم، هذا من ضمير متصلا لأن اتصال بعد. ثم المثال الأخير مصدر مؤولا أود أن أزوره. انظرنا هنا كان أود هذا من فعل ولكن يدل على كلمة بعد أن أزوره، هذا من مصدر مؤول. فهمتنا جميعا؟ أيوة تمام. أيوة شكرا على اهتمامكم وعلى سماعكم جميعا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.